يعني الاتفاقية اللي تم توقيعها بين المكتب البراءات المصري وأكاديمية الوايبو حقيقي كانت مفيدة جدا جدا للمكتب المصري. يعني بصراحة هي رفعت من الكفاءة العاملين في المكتب، وإحنا في أول مجموعة تم تدريبها في تدريب مدربين كان حوالي 15 واحد من المكتب. حاليا ال 15 واحد دول مش بيشتغلوا، مش بيدربوا الناس اللي في مصر بس، حاليا بيستخدموا من قبل بعض المنظمات الدوليه، يعني زي الانكتاد. الانكتاد بتستعين ببعض هذه الفحصين الفنيين اللي في المكتب اللي تم تدريبهم كمدربين من خلال الاكاديميه. منهم راحوا الفلبين، منهم راحوا كازاخستان، منهم راحوا طاجيكستان، يعني اكثر من دوله، وقاموا بتدريب في دول، في عمان، في السعوديه، في الامارات، في البحرين. يعني كانت الأكاديمية بصراحة مفيدة جدا جدا للمكتب، لأنها أنشأت يعني طلعت عندنا مجموعة مدربين، قاموا كمان بعمل مجموعة مدربين تانيين. في إحنا تم في الأكاديمية إنشاء حوالي 35 مكتب تايكو. مكتب التايكو ده فيه حوالي برضك 35 تاسك أوفيسز. دربنا كل المسؤولين عن المكاتب دي في الجامعات والمراكز البحثية بواسطة المدربين اللي تم تدريبهم بواسطة الجامعات والمراكز البحثية.